الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: والتأمين. التأمين سنة إجماعا لا أعلم فيها خلافا، إلا أن من أهل العلم من قال يؤمن سرا، ومن أهل العلم من قال يؤمن جهرا، وإلا فأصل التأمين لا أعلم فيه خلافا، وأصل مشروعيته دليلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف أهل العلم أيقال جهرا أم سرا، والقول الصحيح عندي أنه يقال في الجهرية جهرا وفي السرية سرا، لما في مستدرك الحاكم بإسناد لا بأس به من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين رافع قال آمين ورفع، وفي رواية: ومد بها صوته. فإن قلت: أو يؤمن موافقة لتأمين الإمام أم لا يؤمن إلا بعد الإمام، فنقول في ذلك خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يسن بتأمين المأموم سنة بقية أركان الصلاة، فكما أنه لا يكبر إلا بعد أن يكبر، ولا يركع إلا بعد أن يركع إمامه، فكذلك لا يؤمن إلا بعد تأمين إمامه. ولكن القول الأقرب عندي أن يتوافق تأمين المأموم مع تأمين الإمام، وذلك لوجود القرينة الدالة على ذلك، وهي أن الشارع ندبنا للتأمين وأخبرنا بفضله، وهو أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا متى ما وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال الآن: متى تؤمن الملائكة؟ الجواب: إذا أمن الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة في السماء آمين. انتبهوا يا جماعة، فإذا كانت تأمين من في السماء متوافقا مع تأمين الإمام، ونحن يطلب منا موافقتهم في التأمين، فيكون تأمين الجميع سواء. فيكون تأمين الجميع سواء. هذا هو الأقرب عندي، والمسألة تحتمل، فهي اجتهادية لا ينبغي أن تكون سببا لتفريق القلوب أو كثرة الخصومة والتنازع.